السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إن شاء الله فيديو جديد في قناة وصفات جميلة أم إلهام. اليوم إن شاء الله مع واحد الفيديو غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير لاصوص بيشاميل. طريقة سهلة وبسيطة اليوم إن شاء الله بغيت نشاركها معكم. مرحبا بالبنات الجداد وشكرا للناس اللي كيشجعوني بزاف بزاف، واللي ما مشتركش يتابونا وفعل الجرس جيم ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد باذن الله تحت في القناه. كما قلت لكم الجديد دائما في الجديد. اليوم غادي نشارككم كما قلت لكم الطريقه ديالي في تحضير لاصوص بيشاميل. غنحتاج عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده، راني درتها كتذوب تذوب لينا مزيان كما كتشوفوا معايا. وكما كتشوفوا عندي هنا الحليب ديجا فايض مزيان غليان، نذوبوا الزبده ديالنا. ونحتاجو الفوي اللي غنكون بزاف، وقريصة ديال الملح البنات، شويه ديال البزار. شنو غادي نحتاجو؟ معلقه تاع دقيق. دابا ملي كانت لينا الزبده ديالنا معلقه كبيره، كنديرو معلقه كبيره ديال دقيق الفرص، كنقصوا البطاطا في كوب الماء مزيان مزيان هكا حتى كيطيب حتى كيطيب لينا داك الدقيق مزيان. ماشي باش نديروا الدقيق البنات نخلطوا ونزيد الحليب، لا بلات واحد تصبروا واحد 5 دقائق ولا 4 دقائق حتى يبان داك الدقيق وتجينا لاصوص مزيانه. حتى الا بقات لكم البنات كديروها في الثلاجه تخلوها حتى 3 ايام تقدروا تصاوبوها في حوايج اخرى. دابا غادي نزيد الحليب، شويه تاع الحليب طايب كما كتشوفوا، غنبقى نحرك. هانتوما البنات كتزيدوا الحليب وكتشوفوا كتشوفوا واش بغيتوها ثقيله ولا خفيفه، ما هدكم كتزيدوا في الحليب وانتوما كتشوفوا عينكم ميزانكم. هانتوما حرين عينكم ميزانكم هنايا، المحدة هي كتغلي وكتقال وانتوما بغيتوها خفيفة غتخلوها خفيفة، بغيتوها تكون جا مع راسها ثقيلة غادي ديروها ثقيلة. دابا غادي نزيد قريصة ديال الملح البنات، كما كتشوفوا العفيرة مهيلة قريصة ديال الملح. وغادي نزيد شوية ديال البزار، وبطبيعة الحال اللي بغى يدير الكوزة هو حر يدير الكوزة. انا صراحة الكوزه ما بغيتش نستعملها فيها، اللي بغى يدير الكوزة يدير فيها الكوزة. هانتوما كتشوفو معايا حتى كطيب وهي كدير حتى تقل، نخليها حتى تغلى مزيان. هانتوما كتشوفوا دوك الفقاعات في الجناب، قلت لكم عندي فيها معلقه زبده كبيره، كنخلوها كتذوب مزيان، كنديروا معلقه كبيره ديال الدقيق. ملي كنخليو الدقيق ديالنا واحد 4 دقائق حتى يطيب مع ديك الزبده مزيان بالفوي، كنحركوه كنزيدوا الحليب ديالنا فايض. نتوما عينكم ميزانكم، بغيتوها خفيفه بزاف كتخلوها، بغيتوها ثقيله بزاف راه كتخلوها ثقيله. نتوما البنات عينكم ميزانكم، قريصة د البصل وقريصة د الملح. هانتوما كتشوفوا البنات لاصوص بيشاميل ديالنا هي وجدات. هانتوما انا بيتها على فهاد الكثافه، هانتوما ما ثقيله ما خفيفه، انا هكذا بغيتها. نتمنى البنات انكم تجربوا هاد لاصوص هادي،
بيشاميل، وما تعكدوش انكم تصابوها، كتبوا تصابوا بها شي هوات سهله اقتصاديه، ما غاديش تعكزوا عليها. معلقه الزبده ماشي شي حاجه، ما فيهاش زبده بزاف، ما فيهاش مقادير كثيره. كنتمنى البنات تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساوش لايك وابوني كما العاده، تابوناو وفعلوا الجرس ان شاء الله باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد، والى الملتقى ان شاء الله.